هاد احد الحالات المرضيه اللي كيتعرض ليها الطفل عده اسباب، عندها اعراض باينه واضحه وعندها طريقه وكيفيه في التعامل معها. دكتوره سعاد جليوي اخصائيه طب الاطفال بالرباط غتقربنا اكثر من الاسهال الحاد. صباح الخير دكتوره. صباح الخير سيده جيهان. مرحبا. احبك الخير. صباح الخير طاقم السير على البرنامج. شكرا لك. وصباح سعيد مستمعين ومستمعات. شكرا لك دكتورة. كيفاش نقدروا نميزوا ما بين الإسهال الحاد والإسهال البسيط؟ إذا أولا بالنسبة للإسهال خصنا نعرفوا ما معنى الإسهال. هو ارتفاع عدد يعني مرات البراز أو يعني البيض ديالنا تبدا الخروج ديالو في واحد العدد معين. نعم. فاش يرتفع على الطبيعة ديالو تنهضروا على الإسهال. خصنا نعرفوا ان هذا العدد اصلا تيتغير على حسب الفئه العمريه. فبالنسبه للرضيع اللي تيكون تحت الرضاعه الطبيعيه فهو تيدير تنقص ديك الرجوم وكل رضاعه. نعم. هذه طريقه طبيعيه وعدد طبيعي. نعم. اما بالنسبه للرضيع اللي تيكون تحت الرضاعه الاصطناعيه فتتكون عدد ثلاثه المرات، يعني من جوج ثلاثه المرات. والوليد غادي تيكبر ينقصوا على عدد المرات اللي تيدخل في هذه المرحله باش يدير البراز ديالو. لهذا الاسهال بالنسبه للطفل اذا فات فوق ثلاثه مرات تدخل يعني باش يدير الخروج ديالو. اما بالنسبه للرضيع الا كانت الام مثلا تلاحظ بان مور كل رضاعه كانت تدير غير مره في الضوء ولا تدير دابا اكثر من مره فانت ما تنتبه وتقول بانه راه هو في حاله يعني عنده اسهال. بالنسبه للاسهال البسيط او اسهال الحاد تنعتبروا على حساب يعني العواقب ديال الاسهال ديالو. فاش خاصنا نعرفوا ان الرضيع يعني كل ما كان صغير كل ما تكون نسبه الماء كثيره في الدرج ديالو. لهذا فاش يكون اسهال تيكون فقدان الماء. نعم. جفاف. فاش يكون تيكون سبلوتين يقدر ينشف لنا من الماء. نعم. لهذا فاش ينشف الماء تيكونوا اعراق، مثلا اذا كان فقد غير شويه يعني كان اسهال كان فوق ثلاث مرات وما كانش كاع يعني حتى الكشيره ما كانش ميها بزاف يقدر يكون اسهال بس ما تكونش عندنا اعراض ديال الجفاف. اما اذا كان اسهال يعني كان مائي تنقولوا حنا تقول ماما راه تيخرج غير الماء غير الماء تما تيكون عندنا اعراض ديال انه ناشف من الماء. شنو هما الاعراض؟ هو انه تلقى تلوى تيكون لاوي تيبغي غير ينعس تلاحظ انه دائما بحال اللي غايبه بحال اللي باغي غير ينعس. تقدر مثلا تكون ترتفع درجه الحراره وهنا تنميزوا بان قدر ترتفع درجه الحراره بسبب الراجع اللي عاطي الاسهال وتقدر تكون عاقبه من عواقب الاسهال. انا فاش نشف تتسخن وتترتفع درجه الحراره. كذلك انه مثلا تلقى شويه البنات ناشفين تيبغي غير يشرب تيبغي غير خاصو غير الماء غير الحاجه البارده. غير الحاجه البارده. لهذا يعني كذلك تقدروا مثلا بعض الاحيان تلقاو مثلا ان الحم ديالو يعني اذا ينقصوا هكا حتى فاش نتنيو الحيمه ديالو تلقاوها ناشفه تلقاها هكا كنتنيه. لهذا الى لاحظت الام انه الولد ديالها تغيرت الحاله ديالو. نعم. بالنسبه للحاله الطبيعيه اللي مولفه عليه فتنصحها انها تاخذوا الطبيب. كذلك كاين بعض الاعراض كيصاحبوا وجع كيكون معاه شويه ديال الوجع ولا لا؟ يقدر يكون وجع يقدر يكون قيء. نعم. لهذا اذا كان الاسهال زائد القيء هنا تزاد الحاله خطوره ان تنفقدوا الماء عن طريق الاسهال وتنفقدوا عن طريق القيء. نعم. هذا تكون عندنا اسهال اسهال كذلك حاد. نعم. لان الوليد ديالنا تيتقد لنا الماء بطريقه مهمه. نعم. اذا قلنا ان هناك اسباب عديده للاسهال. هناك مثلا نقدر مثلا تكون يعني غذائيه اذا دخلنا له واحد الماكله تقدر مثلا الموش يعطيه اسهال. كذلك يعني اللي حنا تنعرفوا انه اللي مهم بالنسبه لنا حنا هو انه تيكون فيروسات. تيكونوا بكتيريا مسؤوله على الاسهال. ودابا يعني بدخول الرضع والاطفال صغار الرياض الروضه الحضانه تلاحظوا انه بعض الاطفال خصوصا في فصل الشتاء تلاحظوا بدا عندهم الاسهال. نعم. لهذا خصنا نفهموا السبب. انا الام انا فاش دخلت ولدي الراد هو تيمرض ليا. دخلت هو تيمرض ليا ومن بعد بين الامراض اللي تيقدر يمرض يجيه الاسهال. نعم. فخصنا نعرفوا ان في الراد في الحضانه خصنا نعرفوا ان تيكون هناك يعني اكتضاد ديال الاطفال عدد كبير من الاطفال. نعم. واصلا الاطفال دول الخامسه تيكون جهاز المناعه ديالهم ضعيف. لهذا يكفي غير واحد يكون مريض بحكم انهم تيكونوا يلعبوا بناتهم وتيكونوا مقاربين بزاف بيناتهم فغير انه واحد يلعب واحد سميتو يقدر يكون هناك عدوى. كيفاش كتمشي العدوى؟ باش باليدين ملي كتبغي تبدل مثلا المربيه لاكوش الوليد من الاخر لاخر شنو هما الوسائل؟
الوسائل تستعمل هنا من يدين، لان غالبا كنعرفوا ان هذيك المربيه كيكون عندها تقريبا واحد العدد من الرضع او من يعني من الرضع، لهذا فاش خصها تبدل ديكوش يعني بحكم انه يقدر يكون العدد كثير، يقدر يكون انا سجدي تدوز من واحد لواحد، ولكن هناك احتياطات مثلا هي فاش غنبغي اصلا نبدل هذاك الوليد ولا هذيك البنيه التربيه الحفاظه ديالها، اصلا المكان اللي غنحفظ فيه غادي يكون مكان منعزل ماشي قريب للدراري فين تيلعبوا. نعم ياك فاش نجي نبدل يعني سميتو خصو يكون ماء دافي. اييه يعني ماء دافي، وكل ام تجيب مثلا معاها يعني فوطات هكا تحطن ولدها بحال تجيب له الماكله بحال تجيب له الفوطات ديالو باش تفضيه مزيان مربيه وكذلك تنشفو مزيان. اييه فاش تبغي تفضيه تبغي تمسح البراز اييه بالنسبه سورتو الفتيات خاصها تمسح من الامام الى الوراء باش اذا كان شي فيروس ولا شي بكتيريا في البراز يدخل المسالك البوليه ديالها. نعم نعم اذا فيعني اولا خاص كل مكان معزول خاصها تكون غسلت يديها مزيان بحكم يعني تكون غسلت يديها مزيان تبدا باش غسلت يديها. هذا هو السؤال، واش اي صابون ممكن يحيد هذوك البكتيريا اللي ما كتبانش بالعينين؟ واش هاد المطهرات نصحوا بهم هاد زونتي باكتيري اللي في القريعات واش ممكن في هاد الحاله ينفعوا دكتوره؟ هي كاين دابا مطهرات حقيقي انهم مطهرات يعني تلقاوهم في السوق وتتوفروا على واحد الماده اللي تتحد من تكاثر الفيروسات والبكتيريا. لهذا فاش ناخذوا زينو تناخذوا كثر تنغسلوا يدينا وتغسلوا مزيان يعني تنغسلوهم تناخذوا واحد الوقت باش نغسلوا بين صبع بين صبع نفركوا مزيان اليدين وما نكونوش لابسين شي حاجه في يدينا لان نقدروا نغسلوا تبقى هذاك الفيروس والبكتيريا يعني في الخاتم ولا مثلا كل لابسه شي حاجه في يدي. لهذا خصنا نكونوا نطهروا يدينا مزيان وفاش نحيد لاكوش غنبغي نمسح له كنا نمسحوا من الامام اللور مزيان ويكون عندي ماء دافي يعني هنا ننصح يعني الحضانه ويعني بس الرياض ولا الروض اللي تيكون فيهم الادري يكون عندهم ماء دافي كل ويكند نمسحوا له مزيان من بعد نشفوه ياك وفاش نشفوه هذيك الساعه يعني نرجع نديروا له مثلا اكيد الام تكون جايبه معها الطرف ديال تبديل الحفاضات تنديروا لان تيكون فيه الزنك اللي تيحمي من التهاب هذيك الجلدة ديال الطفل ديالنا نديروا الحفاضة وفاش ما ننتقلوا نبدلوا الآخر الطفل الثاني حتى نكونوا غسلنا يدينا مزيان زيد طهرنا المكان اللي بدلنا فيه الحفاضة أولا غيرنا مثلا ذاك الفراش اللي يعني بدلنا فيه الوليد الأول الوليد ولكن وتحت ذاك الفراش اللي بدلنا فيه تيكون غالبا بلاستيك وتيتمسح بمعقم باش ما يكونش فيه الاثار. لهذا وناخذوا الوقت وكل مربيه ما يكونش عنده عدد كبير تنطلب من ارباب الحضانه ديال الروض ما يكونش عنده عدد كبير ديال الرضع. نعم يكون مربيه يكون عندها جوج ثلاثه باش تقدر تركز عليهم لانه تحكم وتقدر توفر لهم الشروط الصحيه اللازمه. اذا قلنا باش ما ننتقلوش راه الاخر تم نطفو المكان جيدا نطفو يدينا مزيان وعاد نجيبوا راه الثاني ونفس القضيه نتبعوها معاه. هنا بالنسبه دابا فاش نقولوا البيت دابا مقدر له انه تصاب لنا بالاسهال حنا في الاول شرنا الى يعني العلامات الخطوره قلنا الا تعرفوا السخانه استهلاوي ما المهم كيرد بزاف يعني هذيك ولا مثلا كان البراز ديالو مخلط بخنونه شويه وبالدم اذا ولا كان هناك ارتفاع حراره فائق زعما عالي فوق 2.5 هنا تنصحوا انه يجيبوه للطبيب باش ناخذوا الاجراءات الاوليه. تنطلب من الامهات دائما في الدار يكون عندهم املاح مدنيه بحال كيكون عندهم دواء مضاد الحمى بطريقه طبيعيه خاص يكون عندهم املاح معدنيه لان علاش لان واخا تعطيهم الماء باش يكون فيه الاسهال ما كيدخلش الامعاء خاص ضروري يكون الماء فيه واحد النسبه من الملحه ونسبه من السكر اللي تقدرش تستافد تدينا من ديك الماء اللي نشربوا لهذا خاص دائما يكون عندنا هذيك الاملاح المعدنيه كحشيات في الدار وهي الاجراء الاول اللي تقدر ديرو الام في الدار عقب ما تجيبو يعني تقدر تعطيه تبدا بالاملاح المعدنيه تعطيها له حنا في المغرب عندنا خنيشه تتخلط في اطروط الماء وتعطيه يصب بشويه بشويه بمعلقه يعني هي بشويه بشويه ماشي زعما تفرط عليه بشويه بشويه كل ما شرب كل ما مزيان يقدر غير اذا شرب بنادم الاملاح يقدر القيء يتوقف لان كاين بعض الحالات يعطينا غير حاجه حلوه للوليد راه يقدر القيء يتوقف والى توقف القيء راه يقدر نواصلوا عمليه ارتواء الجسم غير في الدار. نعم اذا اما اذا كنا استمر القيء وخاطينا الاملاح المدنيه نجيبوا المستشفى كذلك
فنصح الامهات اللي ولادتهم تحت الرضاعه الطبيعيه يواصلوا الرضاعه الطبيعيه. نعم مطهره بحال شي لافاج للمصارن ديال الوليده دكتور. متفقه معك لان حليب الام يحتوي على مضادات الاجسام. نعم. الاجسام اللي اصلا تضد بها الفيروسات او الجراثيم اللي تقص نطربيا. لهذا تنصحها بمواصله الرضاعه الطبيعيه. بالنسبه للرضع اللي تحت الرضاعه يعني الاصطناعيه هنا تنصحوا بان يعني الحليب تنوقفوه. لان يقدر مكونات الحليب الاصطناعي يجرحوا لنا نسمات الوليد. هما اصلا طيبين. نعم. لهذا تنوقفوا واحد تنوقفوا السوايع الاولى تنبقاو تحت الاملاح المدنيه تعطي واحد السوايع الاملاح المدنيه من بعد تندخلوا يعني تنحاولوا ندخلوا الحليب بطريقه يعني يعني بروغريسيف بعد 24 ساعه. نعم. إلا شفنا أن الإسهال باقي مواصل فوق 5 أيام هنا خاصنا نبدلوا الحليب، يعني الحليب الإصطناعي ما تنبقاوش نفس الحليب نفس النوع، تنبدلوا واحد حليب آخر خالي من اللاكتوز على ما تبراو لنا مصيرنا في ديال التربية عاد ترجعوا الحليب العادي. نعم. وكذلك يعني هي مراحل يعني خاص الأم يعني تاخذها بعين يعني التحذير والاحتياط. احتياط وخاص كل ام فاش تكون تزور طبيب او تزور مثلا يعني يعني مركز صحي الجلبه يعني تسول هذه الاسئله لان هي تعيش مع الطفل يعني مرحله ديال النمو ديالو وفي هذه المرحله تيكونوا بزاف الامراض او بزاف الاعراض تتعدل الطفل باش تكون على بال. كذلك بالنسبه للماكله احنا غالبا تنقول مثلا الى 24 ساعه مابقاش تقيه مثلا خصنا نبداو الماكله علاش؟ لان ذوك الخلايا المعويه خاصها زفيرها نشطات بالاملاح المدنيه ونشطات نقدروا ندخلوا الماكله. وكذلك كاين يعني بعض المواد اللي تقدر تجمع لنا السمك ديال البراز ديالنا مثلا بحال عندنا حنا الروز ولا خيزو تنقول الامهات في المرحله تعطيو للبنات. اييه. تعطيو باش تجمع له كرشو. وكذلك حنا عندنا يعني بالنسبه للاطفال عندنا واحد الشراب حيت كاين دابا كثير تعطي مشروبات غازيه تيكون لها راه مزيان في الاسهال. نعم. فهذوك المشروبات الغازيه ما تنصحوش بها، ولكن حنا كاين عندنا شراب اذا بغينا نقولوا يعني معروف المغاربه تياخذوا حنا اتاي. الطفل فماش بالنسبه للرضيع بالنسبه للطفل صباح التسعين فاتاي يعني حلو كيجمع الكرش وميم طون تيوفر هذيك الحلاوه اللي ضروريه باش وقتنا بقى. مزيان. اذا غير باش نبه الامهات يعني عندك مشروب في الدار تقدر تحضريه وتيلعب ضوء انه تيجمع لنا البراز يعني بالتالي ما تنبقوش نفقدوا الاملاح المعدنيه والمياه وفي نفس الوقت تيعطينا واحد نسبه من السكريات اللي لازم لنا باش الوليد ديالنا يكون عنده طاقه مهمه. نعم. دكتوره سعاد جليوي وقتنا تقريبا قرب على النهايه لهذه الفقره هذه، اكيد مواصلين معك ان شاء الله وكل مواضيعنا خاصه بالحالات المرضيه المتعلقه بوليداتنا. دكتوره سعاد جليوي شكرا لك. شكرا سيده جيهان.